في المقابل نشطاء كتبوا على صفحاتهم في الإنترنت: بدلاً من النفورات والمقرنص أنقذوا أطفال البصرة من السرطان. نتابع الآن رسالة المواطن على الرماحية الموجهة إلى وزير النفط السابق جبار اللعيبي. صباحكم الله بالخير. أنا اليوم سهران حتى أجي أردن على جبار العيبي. أنا كان عندي موضوع وفيديو أردن أزده بقضية الأمراض السرطانية اللي حدد ولا حرج بمحافظة البصرة، وبعض من الإعلام جاي يسلط عليه الأضواء نسبة قليلة حتى ما جاي يوصل صوت الناس. بحثت بالموضوع، أمراض السرطان ما جاي يوصل علاج كامل من وزارة الصحة. سألت قلت لهم يا بلي مرض السرطان شنو علاجه؟ قالوا المريض ما جاي يوصل له علاج كامل. تعرفون شنو؟ يعني دورة علاج مدة فترة بسيطة أو شهر أشهر يطيب المريض ويقوم إذا يتوفر العلاج بالكامل. جبار العيبي كنت وزير للنفط، شنو أنجزت المحافظة البصرة؟ بشرفك جبار العيبي جاي تفتح لي نافورة والبصرة تزهو من السرطانات والضيم والظلايم. بشرفك فتحت لي نافورة وحطيت لي محجر وتشمبوك لنظفت الشط وجبت لك 40,000 صوت، قشمرت على هالناس الفقرة اللي ما عندها غير تقعد تباوع على التلفزيون وبس. ليش يا جبار العيبي؟ ليش ما فتحت لك مستشفى؟ زين اخوش اكو مستشفى النفط بمحد النفط، بشارع محد النفط. هاي وزارة الصحة تقول الا تسجل باسمنا، والنفط يقول ايضا الا تظل اني. ووزارة الصحة ما جاي تعطي اطباء للنفط، وبالنفط يقول ما انا الا تظل باسمنا. اخوان اذا انتم شرفاء لجنة النفط، ما اريد منكم حصة بالنفط ولا اريد منكم اموال. حضروا لنا علاج او مستشفى خاص للامراض السرطانية. البصرة اندمرت سواء بمستشفى التعليمي سواء بمستشفى الطفل وين ما كان. بس وفروا علاج للمرضى، ربي يحفظكم، وفروا علاج للمرضى. ثقوا بالله العلي العظيم، الناس اندمرت. يعني انت جبار جاي تفتح لها، انا هاي شو اللي بيها؟ انا المحجر شو اللي بيه؟ هسه صحه جماليه مريوده، بس صحه البشر اهم، صحه بنادم اهم. والله بذمتكم يا اهل النفط، ثقوا بالله بذمتكم، منا ليوم الدين غير بريئين الذمه. شكو اموال اخذتوها من